بين الجمعية التازية باللون الأزرق وداد سمارة باللون الأحمر. بعد قليل بداية المقابلة. الجمهور التازي جاء ليشجع فريق جمعية التازية. وتنطلق المقابلة. جزاء لفريق وداد سمارة. هدف الأول لوداد سمارة. Thank you.
الثالثة 2-1 لصالح وداد سمارة ضد جمعية التازية، المقابلة الأولى في البلاي أوف. عفوا 2-0 2-0 نتيجة 2-0 لصالح وداد سمارة. ضربة جزاء وبطاقة صفراء. جزام تنفيذ اللاعب حميد. ضائعة. جوج الواحد دقيقة الخامسة 2-1 لصالح الوداد سمارة. وهدف 3-1 دقيقة 5-11. بطاقة صفراء للاعب رقم 90. وهدف حميد. 2-3 لصالح وداد سمارة. للاعب هميتر. ضربة جزاء، دفاع في المنطقة. Thank you.
الشهر بعال جوج لصالح وداد سمارة ضد جمعية تازية باللون الأزرق. وهدف لاعب أمين رقم 10 لاعب أمين 3-4 دقيقة 9 وبطاقة صفراء لاعب 94 على ما أظن قصي على ما أظن. وهدف دقيقة 9 5-3 لصالح وداد سمارة. رقم 90 لوداد سمارة وضربة جزاء واللاعب ميتر مصاب. أتبارك الله سي عمر كراك داير لاباس عليك. سلامات ان شاء الله سي هميتر. الجمعية التازية يضيع ضربة جزاء. روعة من الحارس. رائع رقم 33 4-5 لصالح دائما وداد سمارة دقيقة 11-34. هدف السادس. Thank you.
الدقيقة 12:33 6-4 لصالح وداد السمارة. اخويا ما غاديش نقدر نبدل، شي واحد قال لي بدل البلاصة، لي بلاص ما غاديش نقدر نبدلها، على قاش فاش كتمشي لبلاصة أخرى كتعرض للجمهور، سينو غادي تطلع الفوق ما تبانلكش لا ليني. هادي أحسن بلاصة اللي ممكن نقلوا منها المباراة. من دقيقة 12:36 6-4 لصالح وداد السمارة ضد جمعية التازية. جمعية التازية بلباس أزرق وداد السمارة بلباس أحمر. دقيقتين، رقم 94. ثنائية بين أمين وهميتر والتسجيل 5-6 دقيقة 13-5. هدف السابع 7-5 دقيقة 13:40 لصالح وداد السمارة. والرائع رائع سيميتر 89 مع ثنائية بين لاعب تونسي في صفوف الجمعية الرياضية ولاعب هميتر. للتذكير فقط، لاعب هميتر كان من الاكتشاف ديالي في 2004. في 2007 لعب معنا في نادي البلدي قرسيف، نادي البلدي 2007. 2008 كان لا فيزيون بين النادي البلدي اللي كنت انا المدرب ديالو ديك الوقيته، والنادي الرياضي اللي كان المدرب ديالو هو السي مراد الغولي اللي راه حاليا المدرب تاع الجمعيه الرياضيه. وتما عاودنا اعاده تاسيس الجمعيه، اعاده تاسيس حسنيه قرسيف باساج فورسي. واو رائع الحارس. دقيقة 15:07 8-6 دقيقة 15:15 لصالح وداد السمارة. هدفين فرق. الجزاء شكرا لله، شكرا الله يحفظك. جزاء. اوي 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 وتضيع مرة اخرى.
جمعية الرياضية الرياضية مازال ما في الحاج في تسجيل ضربة جزاء. خشونة ترتكب ضد حارس المرمى. ما هكذا تكون الروح الرياضية، ما هكذا تكون الروح المهمة، ما يكون مهما يكون. هدف التاسع 9-6 لصالح وداد سمارة باللون الأحمر، لوداد سمارة باللون الأحمر، الجمعية الرياضية التاسية باللون الأزرق. وحميد قذفة والحارس شحو. كيفاش نعد الكاميرا؟ واش نقلبها ولا مانيش فاهم؟ تقولوا لي ما نفهمش انا في التكنولوجيا الجديده، واش فهمت؟ قول لي شنو ندير، ما نقلبها، قلب هكا. جام هذا الماتش هذا على المباراة الأولى في البلاي اوف بين وداد سمارة والجمعية الرياضية على البطولة المغرب. هذا الماتش آلي. سبعة لعشرة لصالح وداد سمارة، 11-7. شكرا للاهين، شكرا للاهين. وقت مستقطع لصالح الجمعية الرياضية، 11-7. المباراة الأولى من البلاي اوف بين جمعية التازية وداد سمارة ذهب. سي البجير مع اني ما ندير لك ديال الكبار، واش فهمت فيا بو رجاف؟ كي دير بو تفتاف؟ كي قال له ما عندك كي دير بنادم كبير، ما عنديش تريبيي وغير سلك، المهم فهمت. يلا تبارك الله عليكم وتستمر المقابله دائما. 11-7 لصالح وداد سمارة.
لاعبي الجمعية الرياضية تفننوا في تضييع ضربات الجزاء على ما أظن 4 ضربات جزاء لم تسجل. أوي أوي أوي. ضربة جزاء أخرى والكابتن هميتر ضربة جزاء بنفيد حميد هائلة هائلة رائعة تقليص الفارق دقيقة 20-20 11-8 لصالح وداد السمارة بوداد السمارة باللون الأحمر الجمعية الرياضية باللون الأزرق كرة تضيع من لاعب أمين ببشاعة 12-8 لصالح وداد سمارة الحارس يا يا 13-8 الدقيقة 22 13-8 الدقيقة 22 Je vais essayer d'aller au milieu. J'espère m'en déranger chez moi.
ضربة جزاء واحدة أخرى. جافي سي دالي او ميليو ابا جيسبر كيو ري با دو بروبليم. أربعتاشر لصالح وداد سمارة. ضربة جزاء أربعتاش عشرة لصالح وداد سمارة. خمستاش عشرة دابا الدقيقة 25 أربعتاش. رائع لاعب حميد. أحداش 15 لصالح وداد سمارة وهدف 16 دقيقة 26 28. مرسي سياسين الله يحفظك. لو سكور 16-11 بور لويداد سمارة سي إبرا. رائعة سي حميد دائما. 12-16 لصالح وداد سمارة. والحارس رشيد الله يعزك. Thank you.
الدقيقة 29 17-12 لصالح وداد سمارة. سبعة دقيقتين رقم 90 الحارس رائع الحارس. وتنتهي المقابلة ينتهي الشوط الأول 17-12 لصالح وداد سمارة. يعطيك سيادة عزيز النعاسية لمدينة تازة ونغمات. أطبق لأسي خالد وأشراك أبو عزيز الله يحفظك. روسي إبراهيم الله يحفظك أنت يا قد تسمعها راه ماشي بروفيسيونيل التكنولوجيا الجديدة راني مخافي معاها واش فهمت. هذا سي عبد السلام من دوب المقابلة تبارك الله عليكم. تلال بداية مباراة الشوط الثاني وتشوفوا